تفاجئنا بهذا القرار اللي صدر من قبل وزارة الزراعة بمنع استيراد الدواجن البيض وحتى الأسماك. الحقيقة سوق جميلة، واحد من أكبر الأسواق اللي موجودة في بغداد، إذا ما يكون أيضا الأول، ويشمل إلى تسويق إلى مختلف محافظات العراق، ويشمل عدد كبير من المكاتب والشركات الاستيراد المختلف المنتجات الدواجن وغيرها من فاجأنا بهذا القرار اللي حقيقة يعني الظاهر أنه لم تعد له الدراسة الحقيقية أو المعمقة من قبل السادة الموجودين في وزارة الزراعة، لعله هم مبررهم أنه القرار أخذ بالبداية من قبل أعضاء مجلس النواب اللي صدر قرار بمنع استيراد هاي المنتجات. القرار طبعا جاء بعد يعني فترة قصيرة جدا من مناقشته يمكن في مجلس النواب. احنا بالأكيد احنا يعني ندعم الانتاج الوطني، لكنه احنا كتجار وكمستوردين لنا باع طويل في المجال التجاري، عندنا قياساتنا، وكما هو معروف للأخوة المتخصصين بالمجال الاقتصادي هناك مسألة الاكتفاء مثل ما نقول اكتفاء البلد من المنتوج الوطني، إذا كان هناك اكتفاء لا بأس بذلك، لكن كل المختصين أجمعوا على أنه لا يمكن سد حاجة العراق من استهلاك المواد الغذائية لمادة الدجاج وغيرها اعتمادا فقط على المنتوج الوطني. بيه. الفساد الإداري موجود بكل مكان، اللي سوى القرار هذا نفسه مال وزارة الزراعة منع الاستيراد الإجهزة الصحية هم بيه فساد إداري، وإلا هو ترى ما معقولة أنت بهذا اليوم ما تروح الأسواقات تلقى مثلا الثلاجات مالته تلقى بيه 10 كراتين دجاج تركي وإيراني، تركي وأوكراني وبرازيلي، وتلقى ثلاجة صغيرة بيها عراقي. شوف العراقي واقف وشوف الدجاج المستورد ماشي. احنا جميلة تعتبر مركز تجاري مهم، وخاصة بالنسبة للحوم، يعني تقريبا بالثلاثين مخزن اليوم مسدود، 30 مخزن. اذا تشوف العمال اللي يعني احنا بس مخزننا ب 120 عامل ما بين موظف وعامل وحارس، بقية المكاتب 40 ل 50 عامل. زين ذولا شنو ذنبهم؟ حوبتهم بمن؟ يعني احنا من يعني هسه اليوم الله ليه تشذبني هسه؟ اذا تقيس العراق كله، لان يعني حتى ابو البصره وقف، ابو الشمال وقف، اذا تحسبها من الشمال للجنوب بالمليون عامل عاطل اليوم، يعني مليون عائله اليوم قاعده، يعني هاي مناشده من زاخل البصره وكلها معزله، يعني هاي مناشده لوزير الزراعه، مناشده للجنه الاقتصاديه اللي بمجلس الوزراء اللي صدرت هذا القرار، مناشده للبرلمان وعلى راسهم المهندس محمد ريكان الحلبوسي، مناشده من هذا المكان، يا استاذ محمد ترى هاي العالم كلها حوبتهم برقبتكم، لازم تشوفوا لهم صوره حل، اذا لازم تطلقون الاجايز. الناس اسكوا عالم سياراته محجوزه برا حجه اجازه استيراد ماكو، زين ها شنو ذنب هسه العالم؟ كلها دافعه فلوس للغايه نهايه 2019، هسه مشون القرار لل 19 بين ما يتوفر الانتاج المحلي بين ما تتوفر البضاعه، ديك الساعه شو تريدوا تسوون؟ انت عندك المنتوج المحلي، المنتوج المحلي، احنا مو ضد المنتوج المحلي، المنتوج المحلي ما يغطي المستورد الموجود بالسوق، المستورد من 2005 2006 موجود بالسوق لحد الان، انت عندك المنتوج المحلي منتوج بسيط ما يغطي الاسواق ولا يغطي المكاتب الموجوده بجميله او بعلوة الرشيد او بالديوانيه او بكربلاء، او احنا كربلاء تسوق من هذا المكتب، ديوانيه تسوق من هذا المكتب، حتى الناصريه المحافظات كلها من هذا المكتب والمكاتب الموجوده بجميله. احنا نعتبر يعني سوق جميله بالنسبه للحوم المستورده، سوق رئيسي بالنسبه للحوم والمنتوجات وملحقاتها، يعني بالنسبه لهاي الموضوع. اضافه الى قرار وزير الزراعه من صدر هذا القرار، هذا قرار غير مدروس. انت انطي مهله للتاجر، قل له يابا هاي مهله 6 شهور بين ما يرتب اموره بين ما يصرف البضاعه الموجوده عنده، ذاك الوقت انت دخل المنتوج المحلي والمواطن يقارن بين المنتوج المحلي وبين المستورد، واحنا نفرضهم اثنينات، يبقى الاختيار اما للمواطن، المواطن يشوف ياهل يصرف له المنتوج المحلي مثلا ب 3000 والمستورد بيش ب 2.5، هو اذا عجبه ياخذ المحلي ياخذ المحلي.